الذي أصبح يعتقل الأطفال قبل الكبار وكذلك يعتقل النساء. بطبيعة الحال سنستمع أكثر لما حدث أيضا مع هذا المواطن وما بقلبه لربما يريد أن يوصله للجميع. يعطيك العافية، الحمد لله على السلامة. أنا سلمك. شو اللي صار معك؟ اللي صار معي أنا المواطن نمر سلمان أبو راس، منطقة السكة وادي العرايس. وين هاي المرأة؟ في الزيتون، بين الشجاعي والزيتون، ولا حاجة. دخلت الدبابات الإسرائيلية، قلنا عادي احنا مدنيين فيش علينا ولا حاجة. قعدنا يوم الثاني الثالث ما لقيت الا الجراف عاد هدت الدار، كنا 16 نفر. طلعت من الدار سلمنا حالنا. خمس دقائق انحطت الكمام على عينيا وتربطت ايديا، تمام؟ خلال الفترة هذه طبعا تعذيب وضرب واللي بدك اياه. مش عارف اني مكمم، انه كنت اتنقل هيك وهيك وتلفات انا مش عارف وين بقيت. اقول لك اكتشفت شغلة، أنا قديش تم اعتقالي يوم اثنين ثلاثة عشر عشرين، انسى. هو اللي بيقول لك اصحى، هو يقول لك نام، تمام. أنا اكتشفت حالي إنه يوم السبت، إنه لما إني أنا في شهور الأقصى يوم السبت، يعني أنا تم اعتقالي الاثنين، اكتشفت لي خمس أيام عندهم. هذا اللي صار. الهم في الشغلة هذه الحمد لله على اللي صار، بس في أنا عندي شغلة واحدة. أنا عرفت مرتي وبناتي وين، في غزة، والولادي عندي ولد 14 سنه اجى معايا كان معتقل، وانا عارف وين هلقيتوه. يعني قاصر اقل من اقل من 15 عام. ما صدقوش من 14 سنه الشاب هلقى طوله وجهه، ما صدقوش من 14 سنه، ما صدقوش، ما قنعوش، ضلوا معايا وروح هيو معايا، بس هيو عند عمته. ضل الشاب الثاني 18 سنه خريج التوجيه السنه هذه. افهم وين امجد؟ انا بدي افهم امجد وين. يعني ما بتعرف ابنك وين؟ لا، أمجد لعند قبل ما يجيبوني لهان أكون سمع صوته. بعديها ركبت في حاجة ما لقيت إلا حالي، قد انفكت الكمامات علي وأربع جبات هامر حوالي، وبقولوا بعد سوق السيارات. هاي اللي عرفته. وقال لي اطلع ماشي، اطلع هيك طبعا من مكان رمونا فيه لعند بعد وإحنا حافين بنمشي. أنا بدي أفهم كل اللي صار، الحمد لله. أنا بدي أفهم ابني أمجد وين؟ إذا شهيد الله يرحمه، إذا عندهم قولوا يا عم عندهم، إذا تم الفرج عنه قولوا يا عم هيو هان عشان أنا أرتاح. لمين هاي المناشدة بتوصل؟ لكل أي واحد في العالم. أنا بدي أفهم ابني وين؟ شهيد، معتقل، تم الفرج عنه، أفهم ابني وين؟ هاي اللي بدي إياه. لا، ما توصلتش مع حدا، أنا بدي أفهم ابني وين؟ هاي اللي بدي إياه. يعني هذا يعني نموذج ويعني مثالا لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والاعتقالات المستمرة